السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا مادة اللغة العربية الفرد الثاني في الدورة الثانية، مكون الإملاء. إذا هذا النموذج الكتابي فهو خاص بالمستوى الرابع. عندنا السؤال الأول: أركب جملتين تشتملان على اسم إشارة حذفت ألفه رسما. إذا نديروا جمل فيها اسم إشارة يحذف ألفه رسما. إذا هذا التلميذ مجتهد، هذا التلميذ مجتهد، هذا التلميذ مجتهد. إذا عندنا هذا رحنا كنطقوا واحد الألف هذا ولكن ما كنكتبوش. إذا ف ألف ينطق ولا يحذف رسما، يعني لا يكتب يعني يحذف رسما. عندنا كذلك هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأطفال يغرسون شجيرات يغرسون شجيرات. إذا هؤلاء حتى هي يعني عندنا ألف ينطق ولا يكتب يعني يحذف رسما. غادي ندوزو السؤال الثاني: أصنف أسماء الإشارة الآتية في الجدول. إذا أسماء إشارة يحذف ألفها رسما، واسم الإشارة أو أسماء إشارة لم يحذف ألفها رسما. إذا عندنا هذا يحذف ألفه رسما، هذان حتى هي، هذه، هاتان. اذا هاتان ما كاينش الحذف ديال الالف. هؤلاء يحذف الفه رسما. ذلك للبعيد، اذا حتى هو كنقولوا ذلك. اذا تلك ما عندناش الف، اذا ما عندناش الف. اذا واش نكتبوها ولا ما نكتبوهاش؟ نكتبوها هنايا تلك ما عندناش الف. اولئك، اذا اولئك حتى هنا كيكون عندنا حذف الالف، كنقول اولئك. اذا بالنسبه لتلك اذا ما كاين حتى شي الف، اذا ما كاين حتى شي الف. ممكن نكتبوها في الخانه الثانيه وممكن اننا ما نكتبوهاش، لانه الاساسي هو هاتان. هذه هي الاسم الاشاره اللي الالف ديالها تتكتب يكتب هاتان، اذا ينطق ويكتب. اما الاخرين كلهم كيتنطق هذاك الالف ولكن ما تتكتبش يعني يحذف رسما. ندوزو دابا للسؤال الثالث: أملأ الفراغ بالاسم الموصول. دابا الأسماء الموصولة: الطفل الذي رسب في الامتحان اسمه محمد. إذا الطفل الذي رسب في الامتحان اسمه محمد. الأطفال الذين يلعبون الكرة في الملعب هم أبناء حينا. هاتان هما البنتان اللتان أعرفهما، اللتان أعرفهما. نمت شجرة الليمون التي غرستها في الحديقة. السؤال الرابع: أحيط الاسم الموصول الذي نطقت لامه وحذفت عند الرسم. اللتان عندنا الكتابة ديال اللام، الذي إذن حذفت لامه عند الرسم، والتي حتى هي حذفت لامها عند الرسم، والذين. بالنسبه اللتان واللواتي واللائي اذا يكتب اللام، اذا ينطق ويكتب، وكاين حتى اللائي اذا اللاتي. وبالنسبه الذي واللاتي والذين اذا هنا هادو كيتكتبوا اذا بدون الف، بدون لام. اذا تنطق اللام ولكن تحذف رسما. السؤال الخامس: أرسم الهمزة على الحرف المناسب مع الشكل. شأن، إذا الهمزة على الألف، همزة متوسطة. مسألة، إذا على الألف كذلك مسألة. وئام، الهمزة على النبرة وئام. يلتئم، الهمزة على النبرة يلتئم مكسورة. ذئاب، إذا الهمزة على النبرة كذلك. أسئلة، الهمزة على النبرة أسئلة.
إذن هذو هما الأجوبة الخاصة بمكون الإملاء. إذن موعدنا إن شاء الله يتجدد مع تتمة نماذج فروض المرحلة الرابعة. إذن للمستوى الرابع ومستويات أخرى إن شاء الله تجدونها على القناة. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.